بلدية حمام السخنة بولاية الطيف عزلتها الجغرافيا وأنعشتها المياه المعدنية. هذه المادة التي لم تكن مستغلة كما ينبغي في السابق حركتها الاستثمارات التي توسعت إلى مجال الفندقة وتنويع خدمات السياحة الحموية. عندنا محطة معدنية عصرية، وبعد المحطة المعدنية العصرية زدنا وقمنا بتوسيعة فندق مع جناح طبي وكما نقولوا مساج تدليك. الزبون كيجي للحمام السخنة لازم يلقى الحمام نظيف، يلقى الراحة تاعو، يلقى يستراح. في السابق السياحة الحموية كانت مقتصرة على البلدية، واليوم توسعت الحركة للخواص الذين أضافوا بعدا جديدا لهذا النشاط. اليوم المركبات اللي مستغلة وتقدم الخدمات هي 8، وفيه مركبات أخرى في طور الإنجاز، وفيه اللي في طور الانطلاق. هذا التوسع استقطب السياح من مختلف ولايات الوطن. من 48 ولاية يزوروا حمام السخنة هنا على جل الراحة هذه اللي في المركب، ويجونا من كل الولايات الوطن. السواح يجيوا يعني من كل بلاصة، من كامل الولايات تاع القطر، وفيها حتى من اللي زيميغري يجيو ثاني بكثرة هنا. حمام بروب هذايا طبيعي مسخون حاجة نقية. بلدية حمام السخنة بإمكانها أن تقطع خطوات جديدة لو تم توجيه الاهتمام لمشاريع سياحية أخرى تنتظر التجسيد.